العائلات المشتتة واحدة من القضايا الفلسطينية الشائكة التي كانت مدار بحث بين عدد من الحقوقيين في قطاع غزة، غزيات يسكن الضفة أو العكس، وفلسطينيات يقتلن إسرائيل أو العكس. واقع صعب فرضته تداعيات الاحتلال الإسرائيلي. لما رحت للارتباط الإسرائيلي اضطريت إنه يعني قالوا لي بندخلك الغزة بس بشرط إنه توقع على تعهد إنك ما تعاودي ترجع الضفة، بما إنه معي بنتي فتحت مدرستها وتاركة بناتي تنتين عند أبوهم، فاضطريت إني أوقع. فقبل بعد ما إجيت ب25 يوم أخي توفى، فقدمت للارتباط الإسرائيلي على أساس إنه بحالة إنسانية ممكن إنهم يعدوني، حالة وفاة، حالة مرض. فلما قدمت لهم قالوا لي إذا تم الدفن فيش إمكانية إنك يعني يطلع لك تسريح وتدخل الضفة الغربية. وطبعا كان أخي مدفون وهيك فما حضرت عزاء. المعابر والحواجز الإسرائيلية التي قسمت الأراضي الفلسطينية صعبت على الفلسطينيين جمع شمل عائلاتهم المشتتة. أنا بتعز علي الخليل كتير، رغم أني بحب أوكي بحب غزة كتير، بس الخليل بلدي وانولدت فيها، يعني أنا حقي أني أزورها. مش قادرة أشوف أهلي عن طريق إيرز، حضطر أخذ أجازة 10 أيام أضيع منها يومين في مصر أو يوم مثلا عبر ما أطلع عشان أروح الأردن ومن الأردن على الضفة. يعني تخيل إرهاق حضرتك عشان بس 10 أيام أو أسبوع، يعني هاي مأساة ولا لا؟ قضية العائلات المشتتة تحتاج إلى تدخل رسمي فلسطيني لتجاوز أبعادها الإنسانية، وإلا فستواصل إسرائيل انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني. إذا كان الطفل في ناحية والزوجة في ناحية والأب في ناحية، أين الاستقرار العائلي؟ لذلك فهو يعتبر هذا مخالفة سافرة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تحمي الطفل وتحمي الأسرة. من حق المواطن الفلسطيني أن يكون المفاوض الفلسطيني على طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، أن يعي هذه المشكلات وتكون لها أولوية أيضا فيما يتعلق بحقنا في المواطنة والهوية، وألا تمس حقوق الإنسان الفلسطيني بهذه البشاعة اللي عم بتتم تمزق مئات وعلى الأسر. كثيرة هي ملفات الوجع الفلسطيني، معاناة الأسر المشتتة بين الضفة وغزة وإسرائيل، غيض من فيض تداعيات الاحتلال الإسرائيلي، وحلها يكمن فقط في انتهاء المسبب حتى تزول النتيجة. محمد الأسطى، الغزة، تلفزيون القدس.